من أكثر الأعمال الرمضانية الخليجية اللي عليها إشادة كبيرة مسلسل 60 يوم من بطولة الفنان السعودي تركي اليوسف اللي بيجسد شخصية رجل أعمال اسمه عبد الله، وبتبدأ مع القصة لما بيتعرض لإطلاق نار بعد انتهاء احتفاله بإنشاء مصنع كبير، وبعد الإصابة عبد الله بيتغير حياته وبينحط تحت تهديد الموت لمدة 60 يوم، وخلال سياق الحلقات بيصير يفتش في الماضي ما بين أعماله الطيبة والشريرة، وبيتضح لنا أن الشخصية اللي ظهرت في أول الحلقات كأنها مثالية هي في الحقيقة شخصية فاسدة وعندها أعداء كثار، وأي أحد فيهم ممكن يكون متورط في محاولة قتله، لذلك طبعاً بيبدأ بينتقم من البعض، وكمان بتظهر شخصيات كانت على علاقة فيها، ومنها طبعاً بتتصاعد الأحداث والدراما. وعمل آخر بيشارك فيه النجم تركي اليوسف وكمان مسلسل الكهف، ودراما بدوية بتروي قصة صراعات قبلية بيحاول فيها توأم كشف غموض سر أحد الكهوف في إطار تشويقي. ينضم إلينا في الاستوديو الفنان تركي اليوسف، أهلا فيك معنا، منورنا. نورك، الله يحفظك، كل عام أنت بخير. كنا جالسين وأنت بصحة وسلامة يا رب، كنا جالسين بنطالع في مشهد الكهف اللي هو المفروض توأم، بس في فرق بينهم يعني. والله إن شاء الله، أنا حاولت لأنه في فعلا فرق في الطباع، يمكن الشكل أي. واحد هما أي. شخصيتين متناقضة تماما أي. يجمع بينهم الشكل أي. بس حتى في شكل شوية فروق يعني. أي غيرنا طبعا أي. في هذا لحية كاملة عنده أي. وهذا شيخ القبيلة، وهذا أخوه الشاعر مرار على نقيضين، وتجربة يعني إن شاء الله تحوز على رضاكم إن شاء الله. بتحب أنت الأعمال البدوية؟ والله حب لجمهورها لها يا الحقيقة. أنا الحقيقة من المخلصين أنت لهذا النوع من الأعمال. يمكن يكون الناس خلتني أحب هذا، هو مرهق جدا الحقيقة، ولكن لما تشوف في جمهور حاب تجارب كل مرة أقول لا خلاص يعني كفاية أعمال بدوية لها، لكن يجيني دور فيستفزني من جديد وأخذ التجربة. ظروف التصوير بتكون بهدلة جدا، بهدلة جدا متعبة، وهذا بالذات هذا بالذات لأنه كنا في بداية أزمة كورونا، توقفنا شهر ونص وانحجرنا في الأردن وبدون تصوير، وعدنا استكملنا التصوير في الصحراء نفسها وما نقدر ندخل المدينة أيوه. علشان ظروف أيوه. الكورونا أيوه. والأردن كانت مشددة جدا يعني. جدا جدا فتوقفنا شهر ونص كاملة، وبعدين استكملنا التصوير في ظروف صعبة وذكرياته شوية متعبة، لكن يعني بس الواحد إن شاء الله ما جاتك كورونا. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. خط التطعيم على وشك، لازم تأخذ بإذن الله طبعا طبعا. أوكي طيب، خلينا ننتقل لستين يوم، برضو شيء مختلف وتشويقي ودرامي، ما بنشوف كثير أعمال سعودية كذا. والله هذه إشادة ولا سؤال؟ لا هذه يعني إشادة وتعليق أنه هذا شيء مختلف عن النمط اللي بنشوفه بالضبط. فليش؟ هذا هو سبب الاختيار، لأنه الحقيقة نصوصنا أصبحت موضوعاتها متشابهة، وكثير من الجمهور يقول هناك نمطية في مسألة شركة ومتصارعين حول وإرث معين. هذا موضوع الميراث ترى هلكنا يعني مش قصدي الميراث المسلسل، قصدي موضوع أنه لازم في شركة ويتخانقوا عليها الأخوان ويعني. هذا رجل بكل بساطة في احتفاليته في محاولة اغتياله يروح شخص ما له أي ذنب، اللي هو أخوه الصغير اللي مربي يعتبره ابنه أيه. وشظية صغيرة لرجل يعني من خلال حلقات، أنا ما بحرك طبعا بس في الآن تقريبا نصف المسلسل صحيح. هو رجل ماضيه كثير أسود وقاعد يفتش خلال 60 يوم، عنده فرصة وهو بين موتين، إما اللي حاولوا يقتلونه يعودون المحاولة، أو الشظية هذه تتحرك شوي وتدخل المخ في خلال 60 يوم هذه. وعرض أحداث المسلسل راح نكتشف حقائق مع شخصية عبد الله، إحنا كمشاهدين نتفاجأ فيها، هو بيتفاجأ فيها وبيغير بعض مسارات خطوطه، وقد توقع في خطر، وكثير من الأسرار والمفاجآت في الحلقات القادمة إن شاء الله. طيب ليش ما بنشوف أعمال زي كده؟ والله هذه محاولة مني في مع المنتج الأستاذ ياد الخزوزة، وجه له تحية الحقيقة لما عرض علي كم موضوع، في الحقيقة استهواني هذا النمط أن احنا نطلع من الإطار العام ونجرب، يعني قلنا الناس ممكن
تشوف شيء جديد وتتقبله. وعندنا يعني كان شيء من الخوف في ذلك انه برضو غير المعتاد احيانا يكون ردة فعله غير محسوبة. لكن الحمد لله مدام المادة الأساسية اللي هي التشويق في الدراما موجودة فهذا عنصر يخليك تتشجع انك تقدم العمل. طيب بس انا دائما احس يعني انك انت واقف في جنب لوحدك وفي الناحية الثانية كل الأعمال الكوميدية اللي هي سائدة ودائما هي اللي رائجة وكأنك أنت يعني في اليمين وهم في اليسار، ما أنت بتحب تشارك في هذا النوع من الأعمال ولا إيش اللي صاير؟ ليش عندنا هذا الانقسام وقلة في فريقك وكثرة في فريق الكوميديا؟ والله هذه الحقيقة حالة حصلت، أما بالعكس أنا أشيد بالزملاء كلهم وبتجاربهم الكوميدية وقاعدين يطرحون شيء مميز الحقيقة في غالبهم، لكن على مدى يعني مسيرتي الفنية أصبح مع الوقت هذا لوني. أيوة. والناس حبتني فيه وشفت أنه دام الكم الأكبر هناك طيب علي أنا أسوي في الجهة الثانية شيء. وأجد أن الجمهور حابني في هالجهة أكثر. ما عندنا استمرارية كثير في هذه الجهة، يعني رمضان مرتبط بالأعمال الكوميدية، وين النقص؟ الإنتاج أعتقد توجه الإنتاجي بعموما يجد أنه كأنه الحالة الرمضانية بالنسبة للعمل الدرامي السعودي ارتبطت بالحالة الكوميديا فقط. مع وجود نجاحات كبيرة لأعمال سعودية. أيوة. ويمكن الدراما العربية أكثر يعني شاهد على ذلك بأنها قلما تطرح الكوميديا يعني أصلا مزيج موجود كل شيء عندها يعني بالضبط. فمتى نحن كمان حننافس على هذا المستوى؟ والله يعني هذه أرجو من هذا البرنامج وهذه الدعوة أنه للمنتجين فعلا أنهم يتوجهوا لإنتاج الأعمال هذه، في تجارب كثيرة ناجحة. صحيح. لكن للأسف ما يمكن يتبع. من التجارب الناجحة اللي نجحت مرة مع الناس أحد أعمالك اللي هو سوق الدماء. جدا نجح جدا مع الناس وفي نعم. أسئلة كثير، هل في جزء ثاني؟ والله طرح هذا الكلام بس ما كان جاد الحقيقة، كان مجرد فكرة، وأنا غالب أعمالي ما أسوي لها جزء ثاني إلا إذا وجد حقيقة نص من الجزء الثاني فعلا مقنع ويوصل الشخصية لأبعاد أعلى من اللي كانت عليه. فلحد الآن ما وجدت بعد نهاية سعدون في الحلقة الأخيرة أن يكون له جزء ثاني إلا إذا بالفعل قدم نص نستطيع أن نفعل منه ذلك. في يعني الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة وزارة الثقافة السعودية أصبحت جادة جدا في المواضيع الفنية وتبني المعاهد والموهوبين وما إلى صحيح. ذلك إيش توقعاتك في الفترة الجاية؟ والله أتوقع نهضة كبيرة جدا، ولكن أرجو أنها يعني تقوم بهذا الدور اللي قاعد تتكلم عنه، تقوم بدور دعم الأعمال الدرامية. أنا يعني أشكر لهم، كنت كان مفروض أني أسوي مسرحية عن الأعشى ولكن تأجيلها بحكم كورونا أكثر من مرة وارتباطي بالعمل هنا ما خلاني الحقيقة نسوي، ظهر أنه لحد الآن ما سويت. لله هو كورونا أصلا وقف كثير أعمال، إن شاء الله حنرجع للحياة. كان عمل مسرحي قريباً. جميل في الموقع الحقيقي في منفوحة جميل. في موقع الأعشى جميل جدا كجغرافيا، وكانت فكرة رائدة من وزارة الثقافة. احنا ان شاء الله يعني تنتهي هالغمة وتسوي المسرحية ونرجع لحياتنا الطبيعية ونسافر ونعيش. احنا بنشكرك جدا على وجودك معنا، بنتمنى لك التوفيق دائما في كل اعمالك.